من منطقة حرض غرب صعدة مراسلنا حمدي البكاري. حمدي، يعني أطلعنا على آخر تطورات في دماج وأيضا عن الوساطة الجارية حول دماج. نعم خديجة، الوضع هنا متوتر للغاية، هناك احتشاد لرجال القبائل إلى هذه المنطقة وهي إلى الجهة الغربية من صعدة لفرض حصار كبير على جماعة الحوثي. بالفعل هم يقطعون الطريق الذي يربط صعدة بهذه المنطقة الحدودية، منطقة حدودية بطبيعة الحال مع السعودية. يظل إذن جماعة الحوثي تحت الحصار من ثلاث جبهات على الأقل من هذه الجهة الغربية، وكذلك من جهة الشرق في منطقة كتاف، وكذلك أيضا هناك نقاط في منطقة عمران وتحديدا في حوث لرجال قبائل في محاولة كما يبدو لمنع أي إمدادات لجماعة الحوثي في صعدة، لكن الحوثيين يقولون أن هذا الحصار طال المحافظة بما في ذلك أثر على حياة المواطنين هناك، وكذلك منعت مواد الغذاء، هكذا يقول الحوثيون. بالتالي نحن أمام معركة ربما تمدد. كل هذه الجبهات تدور أكثرها شراسة في منطقة كتاف في الجوف، لكن كل هذه الجبهات يبدو أنها تلعب دورا كبيرا في محاولة إضعاف جماعة الحوثي، وبالتالي تؤثر على موازين المعركة في دماج. حسب آخر المعلومات أن جهود الوساطة المحلية خاصة هنا في المنطقة الغربية يبدو أنها تعثرت، يصر رجال القبائل هنا أن يتم رفع الحصار عن دماج من قبل الحوثيين كما يقولون، لكي يسمحوا بعودة هذه الخطوط التي تربط صعدة بالمناطق الأخرى. وبطبيعة الحال الجبهات الأخرى تشهد أيضا نفس الموقف، إذن نحن أمام وساطة ربما تتعثر، وبالتالي علينا الانتظار للأيام القادمة، ربما تتحل بعض الأمور تصل إلى نتائج بشأن إيقاف هذه الحرب بين الجانبين رجال القبائل والحوثيين. نعم حمدي، شكرا لك على كل هذه التفاصيل التي